دقت مصابه تظهر بل تواجيه كل تحزم راكب الخيل ويحوس جوه النشابه من كل عشيره لها قوس راكبين الخيل من الشقر والبيض والسود والفارس الفاز بها عبد الله بن دنهاش ركاب الخيل الاصايل بن مرشد الذيب ما هي جديده علينا نرفع التتويج انشدوا اهل العرف ركابه الخيل من دور اجدادنا نشام المطانيخ تاجدنا امير الزور بمتحف اسطنبول يفخر بنا التاريخ بصغيرنا وكبير ارفع راسي بكل قريب انكفوا وافخر بكم يا عزوتي وناسي انتوا يلم دح بكم بالشعر ويصيب وللردي ماله على الشعر طاقه حنا عيال مرشد عريبين الساس فصول عقيد يا تايه الشوف طاعين الاوله بالمناصب والمشايخ ما نقول حنا ونمشي بالاهوال هذا هو التاريخ يشهد علينا طاعين الاوله باول وتالي ابيات شعري سكتها سوق عيون كل منه هويته مرشداني من ولد عمه جاء هذا الجزل هديه من اكرم ابن محمد العطيه اشكر كل من سمع هذا الابيات والذوق وارفع يدي واضرب له احلى تحيه واختم ابياتي بذكر الرسول النبي صلاه ربي على خاتم المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سلامتكم يا الربع.